السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناة اسهل الطرق للوصول الى كندا، ومية هلا بالمشتركين الكرام والمشتركين الجدد. اليوم اريد اشارككم موقعين للعقود العمل ببلاش بدون مقابل، يعني ما تدفع فلوس وما يحتاجون شهادة لغة. اذا تكون عندك شهادة او ما عندك شهادة تقدر تقدم على هاي الشركتين. شركتين من اجمل الشركات. شنو الشركة؟ اول شركة هي شركة لصناعة ارضيات من الخشب، يعني صناعة الاثاث من الخشب، يعني بيوت، ابواب، ارضيات، اثاث، كراسي، كل شيء هي تقدر تسويه من الخشب. هاي الشركة أكثر من 125 سنة هي موجودة في مقاطعة كيبيك. بس راح تقول لي هذا الرقم خيالي، بس هو هذا الكاتبي هم مو أني، يعني هم أكثر هياتها من 125 سنة هاي الشركة موجودة في كيبيك، يعني شركة كبيرة، شركة قديمة، شركة عندها أصالة، شركة عندها ثقافة، تحتاج عمال ويريدون عمال من خارج كندا لان ماكو عمال في داخل كندا. هسه راح نتكلم عن الوظائف. هي الوظائف مالتها جدا بسيطة وجدا سهل، بس انا دائما اقول بالفيديو مالتي لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط اللايك اذا عجبك الفيديو. مرحبا وتعال خلينا نكمل ونشوف. هاي الاول شركة. الشركة الثانية هي الشركة الحكومية، شركة الكهرباء، لاكثر من 25 عام معرفة، تأثر، اداء، طول العمر على اساس احترام التزاماتنا ونزاهة والعمل الجماعي. هاي الشركة هي شركة الكهرباء العامة، يعني تقدر تجيبك، وهي تبحث عن عمال من خارج كندا. تحتاج عمال. اول شيء العقود لا تدفع بها بفلوس، ما تريد منك شهادة لغة. اثنين، ما تريد منك شهادة علمية، حتى لو اذا كنت انت متخرج من شهادة علمية تستطيع التقديم على هاي الشركة. نبدأ بالشركة الاولى حتى نشرح لكم بالبداية شلون نقدم. تروح هنا بداية الصفحة، هخلي الوظائف. طبعا انا دائما اقول لكم واسولف واحكي، اقول لك انا ما اقدر اشرح كل شيء موضوع في الموقع، انت اقعد اقرا وافتهم. انا انطيك رؤوس الاقلام، اشرح لك شنو المهم، بس انت تريد تتعمق بالمعلومات انت اقعد اقرا وقدم على هاي الشركة. شوف هنا يقول لك انضم الى منظمة تتبنى نهجا والتزام بان تكون مكانا رائعا للعمل. ثقافة شركتنا تنشط وتعلم باستمرار وتلتزم بشدة اعلى معايير الخدمة العملاء. يعني الشركة تقول لك احنا نلتزم بالنهج والتدريب والتعليم المستمر، يعني شركة تعلمك اذا كنت مؤهل لاحد هالفرص المثيرة، فيرجى تقدم طلبك الان. الموارد منتجات خشبية للأرضيات، مشغل، مساعد إداري، كاتب استلام. طبعا كاتب استلام وشحن هاي ما تقدر تسويها، أو مشغل مساعد إداري هاي ما تقدر تقدم عليها. من هسه أقول لكم، لأن هاي تحتاج لغة إنجليزية، لغة فرنسية، يعني تحتاج لغتين، تحتاج شهادة علمية. اللي عنده شهادة علمية اللي يتكلم باللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وسريعة ويفتهم الإنجليزي يقدر يقدم على هاي الوظيفتين. بس مشغل معدات إنتاج يومي، مشغل معدات إنتاج مسائي، مشغل رافعة شوكية، يعني تعرف السوق الرافعة الشوكية، معالج المواد، هذول تقدر تقدم عليهم لأن هذول يحتاجون بها عمال. يعني أنت عامل تقدر بدون شهادة ثانوية، بدون شهادة لغة، حتى لو ما تعرف لغة هم تقدر تقدم على هاي الوظائف. طبعا التقديم جدا بسيط، المهم تكون مسوي سيرة ذاتية او تضغط على هذا الايميل وترسل مالتك السيرة الذاتية وتقدم على الموقع. طبعا انا اتمنى لكم الخير والعافية، ان شاء الله الجميع ينقبل، لان هي شركة اخشاب، يعني هي مو شركة صعبة او صناعة صعبة، لا، كل شيء اذا حتى لو ما تعرف تشتغل تقدم وهي تعلمك
وتخليك تشتغل بيها. هاي الشركة الثانية نحكي عليها اليوم هي شركة معرفة التآزر الإدامة لأكثر من 75 سنة. العرض المكتمل إدارة مشاريع معدات كهربائية، دور رائد كشركة مصنعة للمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وأنظمة التحكم والحماية، نشط في الأسواق الوطنية، تلعب تشمل بيوتنا التحتية الحديثة على مصانع التجميع. يعني هاي الشركة هي الشركة الحكومية الكهربائية، تريد عمال. يعني هي بنفسها حكومة كندا هي تريد عمال للشركة الكهربائية. طبعا الشركة الكهربائية حتى انت كهربائي، انت مهندس، انت مهندس اتصالات، انت لاسلكي، انت سائق رافعة شوكية، انت سائق ساحنة، انت سائق، يعني كل شيء يريدون. يعني هو اللاعب الرئيسي في تنفيذ المشاريع الكهربائية واسعة النطاق للبنية التحتية للنقل والإنتاج والطاقة والصناعات الثقيلة بناء على التفويضات المفتوحة. تسمح لنا الفرقة متعددة التخصصات، شوف متعددة التخصصات، أول شيء بالبناء والهندسة المدنية والمعدات والتحكم والحماية. يعني حتى عمال يردون. والله خلينا نشوف الصفحة تترجم للعربي، ما ترجمت شلون وياها. المهم هاي الشركة هي شركة كهربائية. احنا عندك طريقتين للاتصال بيهم. اول شي تروح على الاتصال، هسه راح يفتح لك الايميل مالتهم. هذا الايميل مالتهم، هاي ارقام تليفوناتهم، هذا الايميل، هذا الموقع مالتهم، هذا كله تقدر اذا عندك صديق او قريب في مونتريال يقدر يتصل عليهم ويتكلم وياهم. وعندك هاي تكتب اسم العائلة، اسمك العفو، اسم العائلة، البريد الإلكتروني، الهاتف، ورسالتك تقول أريد أشتغل بالشركة، أريد أتقدم وأشتغل بيها. طبعا هنا هاي أول طريقة للاتصال بهم. نروح على الوظائف، نضغط هنا، خلينا نترجم لكم الصفحة. لماذا العمل معنا؟ نحن لا نختار مرشحين بل شركاء. طبعا أخوي هذول شركة حكومية، طبعا ما يختارون مرشحين. نحن لا ندعي أننا مثاليون، ولكن نعمل كل يوم لنصبح أفضل، انطلق في مغامرتنا. شوف هو من خلال، خلينا نكبر لكم الصفحة، خلينا نشوف المزايا مالتها شو يريدون بعد مزاياهم. أول شيء تأمين إعاقة طويلة الأمد، تأمين صحي، تأمين على الحياة، تأمين على الرعاية، تأمين برنامج مساعدة الموظفين، إجازة متنقلة، صندوق تقاعد، جدول مرن وصيفي. يعني كل هالمزايا موجودة في الشركة. يعني كل شيء كامل عندك، تأمين صحي، تأمين على الحياة، تأمين إعاقة، تأمين رعاية، برنامج مساعدة، إجازة، صندوق تقاعد، جدول مرن صيفي. كن جزء من فريقنا الرائع وانظر إلى تقدمنا. خلا ترجم لكم الصفحة إن شاء الله تترجم. نعم، شوف عروض العمل، يريدون ميكانيكيين، يريدون كهربائيين. نشوف هنا عامل ميكانيكي، حتى مو العفو، عامل كهربائي، حتى مو كهربائي عنده شهادة، يعني حتى عامل عنده مشتغل وعنده خبرة بالكهرباء يقدر يقدم عليها ميكانيكي. طبعا هاي كل هالوظائف موجودة هنا. بس أنا شلون أقدم على وظيفة؟ يعني أنت هسه تريد تدخل على الموقع. شوف طبعا هنا كل يونيو بشهر السادس، بشهر السادس يوم 6، شهر السادس يوم 9، شهر السادس يوم 11، شهر السادس يوم 12، هنا شهر الخامس يوم 24، 23 و19. يعني كلها جديدة حديثة، ما صار لها شهرين هاي الوظائف. هسه اشوفك شلون نروح نقدم عليها. طبعا هنا وين وصلنا؟ طبعا ايه، هنا نصعد بداية الصفحة، نضغط عليها نترجمها. شوف هاي الصفحة الأولى راح أخليكم إياها بصندوق الوصف، تدخل عليها كالآتي، تنزل هنا تروح العفو على الوظائف، تضغط هنا على الوظائف، تريد تترجمها للصفحة أو ما تترجمها بكيفك. تنزل نهاية الصفحة، نهاية الصفحة شوف يطلع لك تلقي هنا، يقول لك انظر لعروض، هذول عروض العمل. ولكن انت تنزل التطبيق التلقائي، الاسم الاول، اسم العائلة، بريدك الالكتروني، الهاتف، الرسالة، يعني انت هو تتكلم انه انا اتمنى العمل في شركتكم او مع اسرتكم، اتمنى اكون شريك معكم، انا اتمنى انا اشتغل كذا شركة، انا عندي خبرة، انا كذا. انت
تكثر من كلامك وكثر في المديح في نفسك حتى تستطيع الحصول على عقد عمل. هنا أنا طبعا تسوي إرسال سيرتك الذاتية وتسوي إرسال. عمرها للشركة 75 سنة، يعني الشركة جدا قديمة جدا قديمة جدا قديمة. وأتمنى الجميع، أتمنى الجميع إنهم يقدمون على هالشركات، وإنك تقراها جيدا. هاي لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك إذا عجبك الفيديو. وأني أحبكم والله والله والله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.